بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله في قوله في باب إزالة النجاسة: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إن خفي مكان النجاسة من الثوب مثلا أو من البقعة فإنه يغسل هذا الذي يحتمل أن النجاسة فيه حتى يجزم بزوال النجاسة. فإذا علم أن في هذه البقعة نجاسة ولكن لا يدري في أي موضع منها، فإنه يغسل البقعة كلها. وإذا علم أن هذا الثوب فيه نجاسة ولم يدري في أي موضع منه فإنه يغسل الثوب كله. وإن علم أنها في جانب من هذا الثوب أو من هذا البقعة ولكن خفي مكانها من هذا الجانب فإنه يغسل الجانب كله حتى يجزم بزوال النجاسة، يعني يخرج من الشك إلى اليقين. قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه ويعفى في غير مائع. ويطهر بول غلام، يعني صبي لم يأكل الطعام لصغره، يعني كان مقتصرا على الرضاع، بنضحه. هذه هي النجاسة المخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، بنضحه بالماء، بأن يصب عليه ماء يسير ويطهر بذلك. فإن أكل الطعام فإنه يصبح كالكبير، تكون نجاسة بوله نجاسة مغلظة، فتحتاج إلى الغسل الكامل حتى تزول علامات النجاسة. وكذلك الأنثى الجارية الصغيرة، وإن كانت لا تأكل الطعام فإن حكمها حكم المرأة الكبيرة في وجوب غسل بولها بالماء غسلا كاملا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يرش يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية، جعله يغسل كما يغسل بول الكبيرة، وبين بول الغلام بأنه يكفي فيه الرش. ولأن صبيا بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس وعن أثر استجمال بمحله. سبق لنا أن الدم نجس، أن الدم نجس
يجب غسله إذا أصاب الثوب أو البدن، سواء كان من إنسان أو من حيوان، إلا الدم المتبقي في لحم الحيوان المأكول، اللحم المتبقي، الدم المتبقي في لحمه من خلال لحمه، فهذا يعفى عنه. وأما الدم، سائر أنواع الدم، فإنها نجسة، فإذا أصابت ثوبا أو بدنا أو أصابت بقعة فإنه يجب غسلها من ذلك حتى تطهر، إلا أنه يعفى عن يسير الدم بشرطين: الشرط الأول أن يكون يسيرا، الشرط الثاني أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، كدم الآدمي ودم بهيمة الأنعام وما يؤكل لحمه، فهذا يعفى عن الدم اليسير منه. وأما الكثير فإنه لا بد من غسله. والفرق بين الدم اليسير والدم الكثير يرجع فيه إلى العرف، فما عده أهل العرف كثيرا أخذ حكم الكثير، وما عدوه يسيرا أخذ حكم اليسير. قالوا: ولا عبرة بالمتشدد ولا عبرة بالمتساهل، وإنما يعتبر متوسط الناس في ذلك. أما إذا كان هذا الدم في مائع، في شيء مائع، فإنه لا يعفى عنه، أو في مطعوم يعني مما يؤكل، فإنه لا يعفى عنه، إلا ما سبق من الدم المتبقي في لحم الحيوان المأكول فإنه يعفى عنه. نعم. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم، الآدمي لا ينجس بالموت سواء كان مؤمنا أو كافرا، فالإنسان طاهر حيا وميتا، جسمه طاهر حيا وميتا، ولذلك يكون لعابه وعرقه كله طاهر، لعابه وعرقه ومخاطه كله طاهر، لأنه متولد من جسم طاهر. وكذلك ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس فيه دم من الحشرات فإنه طاهر، كالخنافس والعناكب وكل ما لا دم فيه فإنه لا ينجس بالموت. فإذا مات في الماء، جعلان أو خنافس أو عناكب وكل ما ليس فيه دم فإن هذا الماء لا يتنجس، وكذلك لو مات فيه إنسان فإنه لا يتنجس، وكذلك لو مات فيه أي ما لا دم فيه فإنه لا يتنجس، إلا إذا كان هذا الذي ليس فيه دم متولدا من نجس، كصراصر الكنف التي تخرج من الكنف، فهذه نجسة إذا وقعت في الماء وماتت فيه أو لم تمت فإنها تنجسه لأنها متلبسة بالنجاسة. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. كل هذه الأشياء تكون طاهرة، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، وذلك كالإبل والبقر والغنم والضباء وكل أرواثها وأبوالها ومنيها كله طاهر، إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن فإنه لا حرج فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين أصابتهم الحمى في المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها.
حتى يتشافوا بذلك، فدل ذلك على طهارة بول الإبل. ومثلها كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات، ولأن المسلمين ما زالوا يستعملون هذه الدواب، ولا شك أنه يقع عليهم شيء من روثها ومن أبوالها، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون ذلك، فدل على المسامحة فيه، وذلك من باب التخفيف على الأمة. وكذلك مني الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المني يصيب ثوبه فتفركه عائشة إذا كان يابسا، تفركه ويخرج ويصلي في ثوبه ولا يغسله عليه الصلاة والسلام، فدل على طهارة مني الآدمي. وكذلك رطوبة فرج المرأة، رطوبة محل الإيلاج، يعني محل الإيلاج، إيلاج الذكر، رطوبته طاهرة مثل المني، أما رطوبة مخرج البول فإنها نجسة. نعم. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. أما السباع، سباع البهائم كالذئاب والأسود، السباع المفترسة، فإنها نجسة لحومها ونجسة أبوالها وأرواثها، لأنها نجسة، نجسة العين. وسباع الطير كالصقر والشاهين والبازي والأشياء المفترسة من الطيور أيضا تكون نجسة، نجسة أرواثها وأبوالها. والحمار الأهلي، الحمار الأهلي أيضا بوله نجس وروثه نجس، لأنه حيوان لا يؤكل لحمه، فهو ففضلاته نجسة، البول والروث. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر، قال فإنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، يعني عن أكل لحومها، ثم قال فإنها رجس، يعني نجسة. وأما عرقها فإنه طاهر، لأن وكذلك نعم، أما عرق الحمير الأهلية فإنه طاهر، لأن المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبونها، ولا شك أنها تعرق، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم، وإنما هذا خاص ببولها وروثها. وكذلك سؤرها، سؤرها وهو ما بقي من شرابها، إذا شربت من ماء قليل وتبقى ماء يسير بعدها، فإن هذا الذي شربت منه يكون نجسا على المذهب، لأنه يخالطه ريقها، وريقها نجس. وخرج بقوله الحمار الأهلي الحمار الوحشي، الحمار الوحشي طاهر، يؤكل لحمه وروثه وبوله ومنيه طاهر كما سبق. نعم. قال رحمه الله. وكذلك البغل، البغل من الحمار الأهلي. البغل هو ما تولد بين الحصان والحمار، ما تولد بين الحصان والأتان من الحمر، فإذا غشي الحصان حمارا أو العكس، حمار غشي فرسا فنتج بينهما مولود، فهذا يسمى بالبغل. البغل هو ولد الفرس من الحمار، هذا نجس تغليبا لجانب النجاسة، لأن أحد أبويه نجس وهو الحمار، فيلحق به في النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحيض. الحيض هو أحد الأحداث الكبيرة التي توجب الاغتسال،
الجنابة والحيض والنفاس، هذه كلها أحداث كبرى توجب الاغتسال. والحيض في اللغة السيلان، يقال ساء حاض الوادي إذا سال. وفي الشرع الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات مخصوصة، لا عن مرض ولا عن عاهة، وإنما هو شيء خلقي جبلي. قالوا إن الله خلق الحيض في المرأة لتغذية الجنين، لتغذية الجنين، فالله خلقه لحكمة، فما دامت المرأة تصلح للولادة فإنها يأتيها الحيض، فإذا توقفت عن الولادة وأيست من الولادة انقطع عنها الحيض، لأن الله خلقه لمصلحة الحمل. هذا تعريف الحيض، وهو شيء جبلي في المرأة خلقه الله تعالى فيها، وله أحكام، فلذلك عقد له المصنف هذا الباب ليبين أحكامه. نعم. قال: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. نعم، هذه الفترات التي لا يكون فيها الحيض، الفترة الأولى ما قبل 9 سنين، فهذا لا يمكن أن يأتي المرأة أو الشابة فيه حيض ما قبل 9، لأنه لم يقع، لأن هذا شيء لم يقع، وإنما وقع ل9 سنين فأكثر، إنما وقع الحيض ل9 سنين فأكثر ولم يقع قبلها، فلذلك قالوا لا حيض قبل 9 سنين. فلو قدر أنه ينزل على الجارية شيء من الدم قبل 9 سنين فإنه لا يعتبر حيضا، ولا بعد 50، وهذا ما يسمى سن الإياس، فإذا بلغت المرأة 50 سنة فإنه لا حيض لها، وإن أتاها دم فإنه لا يسمى حيضا وإنما يسمى نزيفا، لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 خرجت من الحيض، أو كما قالت. ولا مع حمل، الحامل يغلب أنها لا يأتيها الحيض، وذلك لأن دم الحيض يتحول إلى غذاء الجنين في البطن عن طريق سرته، فلذلك قل أن تحيض الحامل، أو أنها لا تحيض أصلا كما ذكر هنا. فالحامل إذا جاءها دم فإن هذا الدم لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر نزيفا، لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة. نعم. قال: وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. العلماء رحمهم الله وضعوا ضوابط لمدة الحمل، لمدة الحيض، على ضوء الآثار والفتاوى من الصحابة، وضعوا ضوابط لمدة الحيض على ضوء آثار وفتاوى وردت عن الصحابة، وعلى ضوء الواقع أيضا، واقع النساء. قال: لا حيض، قال: أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، فإن نقص عن يوم وليلة فإنه لا يعتبر حيضا لأن هذا شيء لم يقع، وإنما الذي وقع هو يوم وليلة أقل شيء، وذلك لأن امرأة على عهد علي رضي الله عنه ادعت أن زوجها طلقها وأنها حاضت في شهر 3 حيض،
فعلي رضي الله عنه طلب من شريح أن يفتي فيها، فقال شريح رحمه الله: إن جاءت ببينة من أهلها تشهد لها بذلك، وإلا فهي كاذبة. فدل على أن أقل الحيض يوم وليلة، لأننا إذا اعتبرنا يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما، ثم يوم وليلة، ثم ثلاثة عشر طهر، ثم يوم وليلة، هذا شهر تكامل لها ثلاث حيض في شهر بناء على أقل الحيض. وأكثره 15 يوما، أكثر مدة الحيض 15 يوم، فإن استمر معها الدم بعد 15 فإنه لا يعتبر حيضا، لأن هذا شيء لم يقع ولم يعرف، وإنما الذي عرف أن أكثره 15 يوما. وغالبه، غالب ما تحيض النساء، 6 أيام أو 7 أيام، هذه فترات الحيض، أقلها وأكثرها ومتوسطها. واقع النساء في الغالب لا يخرج عن هذه الفترات الثلاث. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. لما بين أقل الحيض وأكثر الحيض ومتوسطه، ذكر أقل الطهر. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما سبق من الأثر عن علي رضي الله عنه لما أتته المرأة وادعت أنها حاضت في شهر 3 حيض، اعتبروا هذا ممكنا بأن يأتيها الحيض لأقله يوم وليلة ثم ينقطع، ثم يأتيها طهر 13 يوم، ثم يأتيها يوم وليلة ثم ينقطع، ويأتيها طهر 13 يوما، فهذه 28 يوم، ثم تحيض يوم وليلة، هذه تمام الشهر. فدل على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما من هذا الواقع. ولا حد لأكثر الطهر، لأن النساء يختلفن، منهن من تحيض كل شهر، ومنهن من تحيض لأكثر من ذلك، ومنهن من تحيض في الشهر 3 مرات، فلا حد لأكثر الطهر. ومنهن من لا تحيض أصلا، من النساء من لا تحيض أصلا، فلا حد لأكثر الطهر. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. هذا بيان للأحكام المتعلقة بالحيض. فالحائض يحرم عليها أشياء: أولا، يحرم عليها أن تصوم، يجب عليها أن تفطر أيام الحيض، وأن تقضي هذه الأيام من أيام أخرى. ثانيا، يحرم عليها أن تصلي في فترة الحيض، لأن الله خفف عنها الصلاة لوجود الأذى ولوجود الحدث المستمر، فالله خفف عنها الصلاة، وذلك لأن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت: لماذا تقضي الحائض الصلاة الصيام ولا تقضي الصوم؟ قالت للسائلة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وذلك من باب التخفيف على المرأة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت بقضائها لشق ذلك عليها. وأما الصيام فإنه لا يتكرر،
وإنما يقع في شهر رمضان في السنة مرة، فهو لا يتكرر، فلذلك أمرت بقضائه لأنه لا يشق عليها. وكذلك يحرم على الحائض الطواف بالبيت ما دامت حائضة، لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية رضي الله عنها بعد فراغهم من الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ يعني ننتظرها حتى تطهر وتطوف للإفاضة؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني قبل الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر وأسقط عنها طواف الوداع، فدل على أن الحائض لا تطوف بالبيت ما دامت حائضا. وكذلك يحرم في حالة الحيض الطلاق، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض، لأن هذا طلاق بدعي. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير مسيس، تطلق وهي طاهرة من غير أن يسبق أن مسها أي جامعها زوجها، هذا هو طلاق السنة. أما إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعة محرم. ولهذا لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها، فدل على تحريم طلاق الحائض. نعم. قال ويحرم وكذلك من المحرمات في حالة الحيض الجماع، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، لقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله جل وعلا ولا تقربوهن في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج، فلا يجوز له أن يجامعها في الفرج، ويجوز له أن يستمتع بها فيما عدا الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدى نسائه وهي حائض فتتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام، وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني النكاح في الفرج، وهذا من سماحة هذا الدين، لأن اليهود كانوا لا يقربون الحائض ولا يساكنونها ولا يأكلون ما طبخت ولا ما عملت بيديها، فجاءت هذه الشريعة السمحة بأن الحائض كغيرها يؤكل ما طبخت وما لمست وما ويضاجعها زوجها ويباشرها ما عدا الجماع في الفرج فإنه محرم، وذلك لأن الحيض أذى ومرض وقذارة، فلا يجوز للزوج أن يجامعها في هذا المكان الذي يخرج منه الدم لما في ذلك من الضرر والقذارة. نعم. قال ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. هذا معنى قولنا السابق ويحرم وطؤها في الفرج، يعني في الفرج خاصة. نعم. وأما الاستمتاع بها فيما عدا الفرج فكله جائز والحمد لله. فإن فعل يعني جامعها في الفرج
وهي حائض فقد فعل أمرا محرما عليه. قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا خالف هذا الأمر فلم يعتزل النساء، فلم يعتزل امرأته في محيضها ووقع عليها وهي حائض، ففعل ذنبا يأثم به وعليه الكفارة، عليه الكفارة، ومقدارها دينار من الذهب، أي مثقال من الذهب أو نصف المثقال أو ما يعادله من النقود الأخرى كفارة لما فعل، تصدقوا به. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون، نأتي بهذا إلى نهاية لقائنا من برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ولكم تحية من زميلنا في هندسة الصوت مشعل الدهيش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.